جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بعدين نوضح لكم إن شاء الله كيفية تحضير طبق الأخطبوط من البداية إلى النهاية، من التنظيف دياله حتى الطبخ دياله حتى الأكل إن شاء الله. أول شيء دائما الأخطبوط توجد عنده هذا الكيس، هذا بمثابة هون، هناك يكون الأمعاء دياله، هون هذا بمثابة الفم دياله. إذا نأخذ هذا الكيس نقلبه إلى الجهة الأخرى، ثم يتم تنظيف كل شيء هنا. هنا تتواجد الأمعاء وبقايا الأكل وكل شيء. بعد تنظيف الأمعاء ننتقل إلى الفم. هذا هو الفم، نقطعه بطريقة دائرية لاستخراج الأسنان. هذه أعينه أيضا نقطعها. إذا هنا الأخطبوط يكون نظيف. إذا بعد تنظيف الأخطبوط تنظيفا كاملا، نأخذ طنجرة ضغط، نضع بها قطع ليمون، ونضع القليل من الملح، ثم نترك الماء يسخن. إذا الآن كنلاحظوا أن الماء بدأ في شبه الغليان. غادي ناخذ هذا الأخطبوط وغادي نديرو ليه بهذه الطريقة هذه، ونرفعه مرة ثانية، ثم نرفعه، وفي المرة الثالثة نتركه في الماء. نفس الشيء نغطسه في الماء الساخن، ثم نرفعه، ثم نتركه تقريبا 5 ثواني، ثم نرفعه، ثم نتركه. إذا بعد 10 دقائق، من بعد 10 دقائق من طهي الأخطبوط، نستخرجه الآن من الطنجرة. الآن نبداو في التقشير ديالو. لما كيطيب الأخطبوط يصبح سهل جدا في التقشير ديالو. شوفوا الطريقة باش كيتقشر، طريقة سهلة جدا، لأن هو مازال حاميا. نتمنى من الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو يخليوه يتركوه ليه برد قليلا ثم يبدأوا في تنظيفه. يصبح سهل جدا جدا في تنظيفه.
حتى هذه مصاصات الأخطبوط تصبح سهلة جدا في نزعها، فقط طريقة سلسة يتم نزعها. إذا من بعد ما تم تنظيف الأخطبوط وتقطع إلى قطع صغيرة، هذا الأخطبوط تعتبر الآن أنه مطهي، يعني جاهز للأكل. ممكن أي شخص يستعمله في أي شيء يبغى، تستعمل في البيتزا، تستعمل في مع الطماطم، تستعمل في أي شيء، المهم أنه جاهز للأكل. أنا كنستعمل طريقة أخرى وهي قليل من المعدون، البقدونس، المعدنوس، القليل من الكمون، الملح قليل فقط، رأس من الثوم، القليل من الإبزار، مع قليل من زيت الزيتون، ثم نخلط الخلطة القليل من الخل، او القليل من ماء الليمون، عصير ليمون، من اراد ان يضيف المايونيز او اي شيء اخر. انا اكتفي بهذه المقادير وشهية طيبة.